الاختلافات من قبل العيد كيف كان وهلا كيف كان، يعني بعد ما صارت الأزمة يعني حتى العيد ما بقى عيد، يعني في كثير ناس ما بقى حتى تجيب سكر العيد، يعني بس يجيبوا بس سكر للأطفال بس مشان يفرحون شوي، الكبار ما بقى يجيبوا لأنه يعني تعرف الضحايا اللي راحوا بهالحرب. وبتمنى يعني الأيام الجاية تكون أفضل، والعيد هالعيد إنه يكون أحسن من قبل، والأعياد الجاية إنه تصير مثل الأعياد القبل، وترجع الناس اللي هجوا من هالمنطقة وتنتهي هالأزمة بخير والسلام، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. عيدا بري خوشبو عيدا بري كل جمعة تذكر يعني قال كي خوشبو سير وجات كتن هلال ده وسران وخوم ده سير واحد نذكرين قال كي خوشبو وده عيدا أنا ما خوش وده الروك حياة ليلو حياة باري وهو بعيش شو نم فرق بين العيد بالماضي والحاضر من ناحية الاسم ما في أي فرق، أما من ناحية العيد كزيارات في فرق كبير. زمان أتذكر كنا مثلا بالقرية بدأ الناس بزيارة القبور، يبدأوا الرجال يطلعوا من الجامع يزوروا كل بيوت القرية واحد واحد، تبدأ الزيارات العائلية بعد الظهر، الناس تجتمع، العائلة تجتمع، العمام الأخوال كل يجتمعوا ببيت واحد على المحبة وعلى بالفرح، تحس إنه في بهجة وفي فرح. بالوقت الحالي ما في أي شيء اسمه عيد، لا في بهجة لا في فرح لا في زيارات ولا في أي شيء ما ودي نهائيا. يعني بالوقت الحالي العيد صار بس مجرد ساعتين، الواحد قاله على كله على الموبايل كل عام وانتم بخير، إذا في شيء مقرب جدا أروح أزوره وأرجع، ما في غير ساعتين عيد وانتهى العيد، لا في يومين ولا في ثلاثين. قبل أتذكر كنا قبل العيد بأسبوع نجهز حالنا للعيد، وبعد العيد بأسبوع كمان الدنيا عيد. خدي عيد تفقر عيد بري هبو وعالم تشون دهاتن الهدود قريان، بس انا ضايف ظرفي كتنيني عالم يعني نما وعالم كشتك فانا بربون وعالم نما للبيدا، يعني وضع عالمي قلكي زحمة البيدا نما كارم سرف دود هارون بيل كيم يعني انا بلكي انا نه بلكي انا عالم سرف دود هارون بيل كشتكي ظرف كشتكي باش بيش بري شي تربوي جزنا وفي روز بي وحرصال ان شاء الله خوشتر بيجي بي وضعي انا ان شاء الله وزاروكي ما كشتك فقرن واهلي ما كشتك فقرن بي ولاتي ما يعني ما قلت بيريا وانكري وانا اش قلت بيريا ما كري